برعاية ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أقيم سباق افتتاح الموسم الجديد للقدرة لمسافة 100 كيلومتر تأهيلي دولي وسباق 80 كيلومتر الذي أقيم في قرية البحرين الدولية. وحرص سموه على متابعة مراحل السباق وتوجيه الفرسان طوال المراحل، حيث شكل هذا الدعم من سموه حصول الفرسان على دفعة معنوية عالية بإنهاء مراحل السباق بنجاح. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن السرعات والتنافس الذي شهده السباق ينذر بمنافسة قوية ومفتوحة بين الفرسان خلال البطولات القادمة، خصوصا أن الجميع يعمل بجهد ومثابرة من أجل تحقيق النتائج الإيجابية والصعود على منصات التتويج، حيث تعتبر البطولات المحلية بوابة نحو طريق الأمجاد في المحافل الخارجية. وأوضح سموه أن هذا السباق يعتبر واحدا من أهم السباقات على مستوى الموسم، خصوصا أن جميع الأسطبلات والفرسان يتعرفون على إمكانيات الجياد بشكل مميز ويسعون دائما لتأهلهم إلى البطولات المقبلة. وأشاد سموه بالمستويات البارزة التي ظهر عليها الفرسان في مراحل السباق، مؤكدا سموه حرصه على مواصلة دعم الأسطبلات لتحقيق الرؤية التطويرية التي تسير عليها رياضة القدرة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود البارزة التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة وكافة اللجان في تحقيق بداية إيجابية بإخراج السباق بأفضل صورة تنظيمية، وهو ما انعكس على الجانب الفني في السباق عبر تهيئة الأجواء المثالية لكافة المشاركين. هذا وتصدر فارس فريق فيكتوريوس عثمان العوضي سباق 100 كيلومتر والفارس عيسى العنزي من نفس الفريق في المركز الثاني، وسلطان عبد العزيز الرميحي من فريق الزعيم ثالثاً.